مبطلات الصلاة. مبطلات الصلاة. ما أحد؟ بسم الله. أتكلم والضحك. واحدة واحدة. الضحك. الكلام العمد مع العلم والذكر. أخوان نحفظ المكتوب في الورقة. في المدارس كنت تصنع هذا تغيره ما هو موجود في الكتاب؟ لا. نعم. الكلام العمد مع العلم والذكر. نعم. الأكل والشرب. الأكل والشرب. والضحك. والضحك. الحركة الكثيرة متوالية عرفا لغير حاجة. التفات الكثير عن القبلة، انكشاف العورة، انتقاض الطهارة. الله يفتح عليك يا شيخ، اجلس. الله هذا ما ينفع الحفظ، هذا ما يمكن. كيف ندرس والقديم ما استطيع ان اخذ الدرس الجديد. طيب انا اترككم الان الى اذان عشاء. كم باقي الاذان؟ الله يرضى عنكم، ابقوا هنا وسمعوا البعض. صلاة ننتهي منها اليوم إن شاء الله. إذا ما حفظتوا ما يمكن نمشي. كم باقي الأذان؟ ها؟ 40 دقيقة. طيب نذكر أول شيء ما يتعلق بمبطلات الصلاة وثم ندرس بعد العشاء إن شاء الله ونسمع أولا. اللي ما يسمع يخرج. يمكن مع هذا الناس يقول أحسن. الحركات في الصلاة اضبط هذا، حركات في الصلاة خمسة. كم حركة؟ خمس حركات عندنا. حركة محرمة، وحركة مكروهة، وحركة مباحة، وحركة مستحبة، وحركة واجبة. تعيد. حركة محرمة، مكروهة، مباحة، مستحبة، واجبة. الحركة المحرمة الحركة الكثيرة المتوالية عرفا لغير حاجة، حركة كثيرة لا قليلة. متوالية متتابعة عرفا تنظر إليه كما أنه متعارف عليه أنه كأنه غير مصلي لغير حاجة خرج بهذا ما لو تحرك لحاجة مثاله هو يصلي ويصلي يخرج الجوال من جيبه قال الله مستعان يعني هذا ما يعرف أن أنا أصلي ويقرأ الرسالة نعم تنظر إليه كأنه غير مصلي أصلا صحيح والله نعم حركة كثيرة متوالية عرفا لغير حاجة مفهوم؟ نعم الضحك الأكل الشرب يضع سندويشت في الجيب الأيمن والبيبسي في الجيب الأيسر ويأكل ويشرب حركة كثيرة متوالية عرفا لغير حاجة هذه كلها حركة محرمة الالتفات الكثير عن القبلة يلتفت يرفع بصره للسماء او يلتفت الى هذا الاتجاه وهذا الاتجاه او يستدبر القبله. حركه كثيره متواليه عرفا لغير حاجه. حركه محرمه. اما الحركه القليله لغير حاجه مكروهه، حركه قليله لكن لغير حاجه. يلتفت في الصلاه. التفات يسير. مفهوم؟ طيب. الحركه المباحه هي الحركه التي تكون لحاجه. الشيخ وهو يصلي عندما سجد وأراد أن يرفع من السجود سقطت النقود من جيبه الأعلى فماذا يصنع؟ يخاف تحمل مع الريح أو يأخذها فلان من الناس فماذا يصنع؟ بأدنى حركة يدخلها في جيبه دق الجوال بأدنى حركة يغلق الجوال مفهوم؟ حركة جائزة جاءت حكة مثلا أو ذبابة على أنفه حركة جائزة حركة مستحبة هي الحركة التي يتوقف عليها كمال الصلاة حركة يتوقف عليها كمال الصلاة كسد الفرج مستحب حركة واجبة هي الحركة التي يتوقف عليها صحة الصلاة هذا الأخ وهو يصلي سقطت على طاقية نجاسة ماذا يصنع؟ هنا حركة واجبة لابد يخلعها إذا ما خلع الصلاة باطلة لأنه إزالة النجاسة على البدن بقعة والثوب مفهوم؟ كم الحركات من عد علي؟ بسم الله حركة محرمة هي تكون متتالية لغير حاجة
حركة كثيرة متوالية عرفا لغير حاجة. إخوانا كثيرة قليلة خرج بهذا صحيح؟ لغير حاجة لحاجة. متوالية خرج إذا غير متوالية، يعني ما غير متتابعة. نعم. الثاني أكل وشرب وضحك والتفات كثير عن القبلة وغيره. نعم محرم هذا كله. حركة مكروهة، هي الحركة القليلة لغير حاجة. التفات يسير، التفات كثير محرم. حركة مباحة وجائزة هي التي لحاجة، والمستحبة التي يتوقف عليها كمال الصلاة. فتح الله عليك. نعم أوقف. مبطلات الصلاة، مبطلات الصلاة الحركة خمس حركات. الحركات اتركها الآن، خليك معنا في المبطلات. كسرة الحركة الكثير يا رجل. مبطلات الصلاة، أول مبطل الكلام العمد مع العلم والذكر. يعني يتكلم وهو متعمد، ذاك لا ناسي، عالم بتحريم الكلام في الصلاة. تكلم وهو جاهل في صلاته صحيحة، جاهل أن الكلام محرم في الصلاة. تكلم ناسي، الأخ هذا دخل هذا للغرفة وهذا قال له مرحبا، ناس يا أخي ناسي. استغفر الله العظيم. بطلت صلاة. وين مبطلات الصلاة؟ لكن قال هناك الكلام العمد مع العلم والذكر، هذا ناسي. أنت أحيانا وأنت تصلي يعني يمر إنسان وكيف تتكلم ناسي صلاة صحيحة. مفهوم؟ إذا لو تعمد الكلام في الصلاة ذاكر وعالم فالصلاة باطلة. الثاني الأكل والشرب والضحك والحركة الكثيرة متوالية عرفا لغير حاجة، والتفات عن القبلة، وانكشاف العورة. كيف انكشاف العورة؟ من يصلي في البنطال صلاته باطلة إذا انكشفت العورة. صحيح والله، وبخاصة حال الركوع والسجود. أنا ما أتكلم عن البنطال. نعم. لا، هو الصلاة في البنطال كنز أحيانا طويلة وتنكشف العورة، فيحتاط قبل الدخول في الصلاة. مفهوم؟ طيب الله يعافينا وإياكم من البنطال. اصبر. وغيره انتقاض الطهارة. تخاف من من؟ تخاف من من؟ من الله. نعم. فإذا انتقضت الطهارة عندك إيش تصنع؟ أترك الصلاة. تخرج تتوضأ. وما أنت بأول سائر غره قمر، كل الناس يخرج منهم ريح. صح؟ تخرج تتوضأ وتأتي. مفهوم؟ فتح الله عليك. طيب إذا موعدنا متى؟ إخوانا مؤمنين على شروطي، إحنا كل مرة نقول بعد العشاء بعد العصر بعد كذا، نبغى ندرس. ما ممكن تدرس بدون حفظ؟ ممكن؟ شفت اللي يحفر في الماء؟ هذا اللي يدرس بلا حفظ مجنون صدق. كيف؟ صح؟ أي نعم، الجوال يحفظ وكذا يحفظ، ما ممكن.